تحية لكم، برنامج الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد الثاني في العالم، معرض القاهرة الدولي للكتاب والقوة الناعمة المصرية. سنة 1969، ألف سنة على تأسيس مدينة القاهرة. في ألفية القاهرة جرى الاحتفال في ذلك العام بمرور 10 قرون على تأسيس المدينة العظيمة. وقتها كان وزير الثقافة الدكتور ثروت عكاشة. لأنه لابد يكون في احتفاء ثقافي كبير بهذه المناسبة، فتأسس معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأولى. أول رئيسة للمعرض هي الكاتبة والأديبة والناقدة والأكاديمية الكبيرة الدكتورة سهير القلماوي، اللي هي أول سيدة تاخد دكتوراه من جامعة القاهرة. من 69 إلى الآن 54 سنة، الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، نتكلم أكتر من نص قرن من عمر ذلك المعرض المديد بإذن الله. سنة 2006 اختير هذا المعرض، معرض القاهرة، رقم 2 في العالم بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب. فإذا هذا المعرض مش بس رائع على المستوى الإقليمي، إنما كمان له مكانة كبيرة على المستوى الدولي. السنة دي بقى 2023 نجاح كبير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. أول يوم تم افتتاح المعرض أكثر من 130 ألف زائر. تاني يوم الجمعة اللي فاتت بنتكلم على أكثر من 250,000 زائر. المعرض ضخم جدا، بنتكلم على أكثر من 1000 دار نشر. بنتكلم على فعاليات كتيرة جدا، يعني تسوق ثقافي بامتياز. تتفرج على الكتب وعلى الأرفف وعلى دور النشر مساهمة مصرية وعربية وأجنبية، شيء رائع جدا، التسوق الثقافي في معرض القاهرة الدولي للكتاب. 500 فعالية ثقافية وفنية في المعرض هذا العام. ده معناه ان كل يوم في فعاليات كتيرة جدا، يعني اي وقت تروح فيه معرض الكتاب في اكيد ندوة، وفي اكيد محاضرة، وفي اكيد مناقشة للكتاب، وفي عرض فني، في حاجات كتيرة جدا رائعة موجودة في المعرض هذا العام. التذكرة رخيصة جدا، وده دعم من الدولة عشان الناس تقدر تروح، 5 جنيه تذكرة علشان تدخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. طبعا لو هتشتري كتب كتير فالكتب غالية بلا شك، لأنه الطباعة والورق أسعارها زادت الفترة اللي فاتت. لكن اتحاد الناشرين مع البنوك المصرية عمل طريقة لتقسيط الكتب، يعني اللي هياخد مجموعة كتب بآلاف الجنيهات، أو بيعمل مكتبة في البيت، أو بياخد لأولاد كتب كتيرة هم عايزين يقروها إذا هم حابين الثقافة وشغوفين بالقراءة، فبنتكلم على لو الميزانية يعني آلاف الجنيهات، في طريقة لتقسيط الكتب من معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام. معرض القاهرة هذا العام ضيف الشرف المملكة الأردنية الشقيقة. الأردن موجودة بدور نشر وكتاب ومثقفين ومفكرين ومبدعين وأدباء أردنيين، لأن الأردن ضيف الشرف هذا العام. شخصية هذا العام الشاعر الكبير صلاح جاهين. هنلاقي أعماله كلها موجودة بأسعار رائعة موجودة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. كامل الكيلاني اللي هو رائد أدب الأطفال هو شخصية العام في جناح الأطفال أو في معرض الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023. شعار هذا العام شعار رائع جدا على اسم مصر، إنما في 3 كلمات مهمة جدا في شعار هذا العام، اللي هو نقرأ نفكر نبدع. لابد نقرأ الأول، لأن الشخص اللي يعتقد أن يقدر يفكر بطريقة سليمة أو موسوعية بدون ما يكون عنده قراءة واطلاع ومعرفة على العالم ما يقدرش يفكر بطريقة كلية سليمة. كمان علشان تبدع، تعدي بقى مرحلة أنك بتقرأ وأنك تستوعب إلى الإبداع، كمان عايز مجهود. القراءة زي وقود السيارة أو الوقود للطائرة، مش ممكن السيارة هتمشي ولا الطائرة هتطير إلا ما يكون في وقود. وقود العقل الإنساني القراءة. بدون هذا الوقود أو هذه القراءة بيبقى العقل الإنساني عاطل عن الحركة الكبيرة أو الحركة المهمة. أدعو حضراتكم للقراءة هذا العام وللتسوق الثقافي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المعرض رقم 1 في الشرق الأوسط، رقم 2 في العالم،
اللي من ركائز القوة الناعمة المصرية. اقرأ، تثقف، فكر وأبدع.